السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم ودون حبيب لمعلومات، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو كيف استجاء الفيسبوك حساب مقلق أو معطل، طريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. أول أخوتي أخواتي، أولا نروح إلى الفيسبوك بهذه الطريقة، نستنى شوية سيتم فتح الحساب. جينا بهذه الواجهة، يقول هنا يا تم قفل حسابك. خوتي واش نديرو؟ تم قفل حسابك في هنا لاضات. خوتي نديرو بدأ استخدام بهذه الطريقة. يقول لك هنا طريقة إلقاء قفل حسابك، تأكيد أن هذا حسابك. خوتي نديرو تأكيد أو التالي بهذه الطريقة. هنا يعطي لك خوتي تلقى رمز على هاتفك. خوتي إلى كان فيسبوك تاعك مربوط برقم الهاتف، خوتي ديرو تلقى رمز على هاتفك بهذه الطريقة. ثم هذا هو رقم الهاتف، وثم حصول على الرمز بهذه الطريقة. نستناو شوية اخوتي، دوكا يوصلنا الميساج او الكود الرمز، اوصلني الرمز الفيسبوك. نديرو 90 89 94. اخوتي نديرو هذه ارسال بهذه الطريقة. خوتي نضغط على التالي، سيتم فتح حساب بنجاح. التالي بهذه الطريقة، ثم عدم إزالة أي شيء بهذه الطريقة، إدخال كلمة السر الجديدة. خوتي دوك ندخل مود باس الجديد ونرجع لكم. راني درت كلمة السر المود باس. خوتي ندير حفظ التغييرات بهذه الطريقة. خوتي نضغط هنايا، قال لك 6 أحرف أحد أدنى، سيتم مراجعة تنشيط. سيتم فتح بنجاح. خوتي أو تفتح لنا فيسبوك بدون أي مشاكل. خوتي أهو خوتي قاعد نخرجو ونعاود ندخلو الفيسبوك. خوتي ما تجيناش ظاهرة لغتا تم قفل حسابك. خوتي هذه الطريقة، طريقة ناجحة 100%. لازم لك يكون الفيسبوك نتاعك مربوط برقم الهاتف، هذه لازم. خوتي لا تبقى علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس يصلك جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.